عشان بس ما ندخل في دور الملل كده، خلينا ناخد هذا الكويز كده اونلاين سريع، نشوف استجابة الناس، وبعدها نرجع نكمل نفس النموذج. هذا نفس الرابط هنا، الرابط أرسلته لكم في الواتساب، اضغط الرابط هتلاقي نفسك داخل الكويز هنا. ممتاز، بمالك كابتن صالح، كابتن سلطان، اضغط بس الرابط هتلاقي نفسك هنا. اختبار بس كده سريع 12 نقطة تدريب كده عشان برضه نفك الملل كده. waiting for the rest، كابتن عبد اللطيف، كابتن عبد الله، اوكي there is another one، yes كابتن عبد اللطيف يستري، بس اضغط الرابط اللي في الواتساب. كابتن عبد اللطيف تسمعني طيب عشان ابدا او لا؟ بس الكونكشن ضعيف النت مش عندك؟ راضي. اوكي نو بروبلم، ما في مشكله، خلاص انت ممكن تتابع برضه الاسئله هنا على الشاشه، بس الافضل انك كنت تدخل يعني. حاول تدخل، هعمل لك كوبي للرابط مره ثانيه، ارسله هنا في لا خلاص الآن. اوكي let's go together to this one. Yes, LCPT practice like some questions to check the average of the understanding. Number one is Tom went to the doctor to have his hearing checked. What will he check? He have four choices. The next one, the weather report received daily. When do we get the report? So we can also choose the correct answer. Okay. In what season does the snow usually fall? This is another point. I don't know if I'm sharing this screen with you or not. Yeah, I'm sharing this screen with you. But I have this. For that. The heart is an important organ. What does it do? من الأسئلة المكررة. The heart is an important organ. What does it do? شرحنا قبل كده واتفقنا على الإجابات بتاعت الجزء ده. Tom said these apples are spoiled. What did he say about the apples? What the meaning of spoiled? كلمة spoiled ليها معنيين في الكتاب. مش عايز أقول دلوقتي بس أوكي. سبويل بمعنى ان الاكل لو تتكلم بيها على طعام او كده معناها انه عفن او غير جيد، ممكن تتكلم بيها على الاشخاص انه متدلع، يعني تقول هيز مام اند داد سبويل هيم، يعني دلعوه خربوه فشلوه كده يعني. توم اسكت هو سبين ذس، وات داز اور وات ديد هي وانت تو نو، يسال عن قلم لمن هذا القلم، سو هي اسكس اباوت وات. إجابات تقريبا صحيحة معظمها. هنشوف دلوقتي الأسماء وال The heart is an important organ. This one we finished. Yes, this one also finished. Arrived at the theater at one, but he is didn't the movie didn't begin until three. من الأسئلة المكررة جدا. انتظر كم ساعة؟ وصل الساعة واحدة والفيلم بدأ الساعة ثلاثة. كم انتظر من وقت؟ Do you enjoy to rock music؟ هذه هي من الكلمات اللي انت تشوف لها علاقه بالجرامر، enjoy اللي يجي بعديها. These two pictures are the same، كلمة the same هنا
هتيجي تشوف الجملة هتحلها ازاي. They are alike, too early, mine, nearby. Choose the correct one. Why couldn't the pilot see the runway؟ لأن الطيار ليه ما كانش قادر يشوف الطريق؟ عندك هنا إجابة مكررة ومعروفة. لو عرفت الإجابات اكتبها في التعليقات، يعني لو عرفت الإجابات اكتبها تحت. Peter is weak. Peter is weak. معناها إيه weak؟ معناها ضعيف. يجي هنا الإجابة بالعكس، بالتضاد، يعني بالعكس الكلمة. The next one, the cold weather bothered the woman very much. يعني الطقس البارد أزعجها. But she was sorry, was uncomfortable, was afraid, was unhappy, was happy. I'm sorry. So that I have read all of them for you. You can just do it yourself. And let me just check. ما شاء الله، يعني نسبة الدرجة والإجابات الصحيحة حوالي 81% من الإجابات صحيحة، وده شيء جيد ممتاز. كابتن عبد اللطيف ما شاء الله، all your answers are great، كل إجاباتك صحيحة. سلطان حضار 7 إجابات صحيحة. كابتن ماجد 10، عندك صحة صحيحة تقريبا. We have answered 8. كابتن صالح عن كابتن عبد الله. Yeah, try to do it. Good. Waiting for like 1 minute, then I will stop this one. And then I will send you a score sheet وفي كل الأسئلة والإجابات. كابتن عبد الله تقريبا أنت ما جاوبت ولا سؤال، يعني حاول تجاوب، يعني حاول تكمل الأسئلة اللي عندك. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. كابتن ماجد خلص، السكور عنده أعلى من كابتن سلطان. That's why he is number 2 right now. Let me just end this one. Here it is. Number 1 is Abdulatif. Number 2 is Majid. And number 3 is Sultan. And now you will find all the other questions with their answers. يعني هنا الأسئلة بالإجابات، بالإجابات اللي أنت أخطأت فيها أو الأشياء اللي أنت حليتها صحيحة، يعني تكون كده موجودة من الأسئلة بالإجابات. فأنت عندك كده تعرف الأسئلة لو أنت عايز ترجع لها بعد كده. الأسئلة اللي أنت أخطأت فيها ممكن تعمل لها ريفيجن أو تراجعها. Just print this one as a screenshot and send it to you. Okay, good.